البيع بالتقسيط. سؤال الأخ أحمد يقول إن السلعة بفوري مثلا ب 2000 جنيه بالأقساط ب 2200 يعني كسعر، فما حكم البيع بالتقسيط شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. البيع بالتقسيط جائز عند جمهور أهل العلم فلا شيء فيه، بضابط أن يمتلك السلعة، ولا يتفق على بيع إلا بعد أن يمتلك السلع وأن يحوز السلع وأن يضمن السلع، ثم بعد ذلك فليبع كيفما شاء. جزاكم الله خيرا يا دكتور.